السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعرف طريقه عمل الشال ده. الشال ده سهل جدا. اسم الغرزه بتاعته اسمها غرزه الجراني، بتعتمد على غرزه العمود والسلسله بس. هو سهل جدا، ويلا بينا نشوف. هتحتاجوا خيط صوف، انا للاسف المتوفر حاليا عندي خيط اليزا ديفا، فهستخدمه على فتلتين، وابره مقاس 3. الخيوط الصوف اللي ممكن تستخدموها زي خيط اليزا، ناكو، هيمالايا، كورتوبا، زي ما تحبوا. عملنا غرزة البداية، وبعد كده هنرتفع 4 سلاسل، وفي غرزة السلسلة الأولى هنعمل غرزة منزلقة. وبعد كده هنرتفع 4 سلاسل، وبعد كده هنعمل في الفراغ اللي احنا عاملينه 3 عواميد بلفة. ادي كده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، وبعدين هنعمل سلسلتين، 1 2 3 عواميد تاني، كل ده في نفس الفراغ اللي احنا عملناه اللي قفلناه بغرزة منزلقة. ادي اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، بعد كده هنعمل سلسلة وعمود. كده السطر الأول خلص. نبتدي بعد كده هنعمل تاني 4 سلاسل. ال4 سلاسل بتاعت أول سطر دي هتبقى ثابتة معانا للسطور الجاية كلها. وفي أول فراغ بتاع السلسلة هنعمل فيه عمود، 2 3، وبعد كده هناخد سلسلية، وفي الفراغ اللي بعديه اللي هو كنا عاملين فيه سلسلتين دوت هنعمل 3 عواميد. ده كده أول عمود، تاني عمود، والتالت، وبعد كده هنعمل السلسلتين 3 عواميد تاني، 1 تاني وتالت 1، وبعد كده هناخد سلسلة. وبعد كده في الفراغ اللي بعديه اللي هو ما بينه سلسلية دوت هنخش فيه ايه 3 عواميد. يعني احنا هنشتغل في الفراغات 3 عواميد، وما بين العمود ما بين ال3 عواميد دول سلسلة. هي دي كده غرزة الكروني. ده كده 3 عمود والسلسلية وايه والعمود. نرجع تاني هنعمل ايه؟ ده كده السطر التاني خلص، ابتدى يبان سنة اهو. هنبتدي تاني نرتفع 4 سلاسل، وفي اول هنلف الشغل، وفي اول فراغ هنعمل 3 سلاسل، في كل فراغ هنعمل 3 عواميد سوري، وفي الفراغ اللي في النص هنعمل 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد. ادي كده اول عمود، تاني عمود، تالت عمود، بعد كده سلسلة. نخش في الفراغ اللي بعده هنعمل ايه 3 عواميد، تاني عمود، تالت عمود، سلسلة. الفراغ اللي هو اللي في النص دوت بنعمل فيه 3 عواميد، سلسلتين 3 عواميد. ده كده 3 عمود. بعد كده هنعمل السلسلتين، 1 2، وتلات عواميد تانيين. التاني اهوت، بعد كده التالت، بعد كده هنعمل غرزة سلسلة ونخش في الفراغ نعمل 3 عواميد تاني.
بعد كده نعمل سلسلة، وفي الفراغ الأخير هنعمل برضو آخر فراغ بنعمل فيه 3 عواميد سلسلة عمود. ادي كده أول عمود، تاني عمود، ودوت التالت، تاخده سلسلة، وايه آخر عمود. ده كده شكل السطر التالت. بصوا، هو ببساطة بنبتدي بال4 سلاسل، هراجعها معاكم، 4 سلاسل، وبعد كده 3 عواميد في كل فراغ ما بينهم سلسلة، وفي الفراغ اللي في النص 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد، وفي كل فراغ تاني 3 عواميد، وفي الآخر 3 عواميد سلسلة عمود. هراجعها معاكم مرة كمان. ادي هم ال4 سلاسل، في أول فراغ 3 عواميد، دي كده اسمها جراني، دي الغرزة دي اسمها كده غرزة الجراني، وهي غرزة جميلة جدا. ادي تاني فراغ 3 عواميد، وبعديها السلسلة، تاني عمود اهو، تالت سلسلة، الفراغ اللي بعده ادي اول عمود، تاني عمود، ثالث عمود، وبعد كده السلسلة. في الفراغ دوت دايما بنعمل 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد. ادي اول عمود والتاني دوت تالت واحد، وبعد كده السلسلتين، وبعد كده 3 عواميد التانيين. ده كده تالت واحد فيهم. وبعد كده كل فراغ من دولت هنخش هنعمل فيهم ال3 عواميد بتاعتهم بعد السلسلة. يعني هنعمل دلوقتي سلسلة، وبعد كده نعمل ال3 عواميد، وبعد كده نعمل سلسلة 3 عواميد، وهكذا. سلسلة 3 عواميد، ادي واحد، اتنين، تلاتة، سلسلة. الفراغ دوت بنعمل فيه 3 عواميد سلسلية عمود. الفراغ الأخير دايما بنعمل فيه 3 عواميد سلسلية عمود. ادي العمود التاني والتالت، وبعد كده سلسلية وعمود. كده شكل السطر بعد ما خلص. هراجع معاكم هنمشي ازاي السطور الجاية كلها. هنبتدي الأول من هنا، هنعمل ال4 سلاسل، وفي أول فراغ وفي كل الفراغات هنعمل 3 عواميد سلسلة، في الفراغ اللي في النص بنعمل 3 عواميد سلسلتين 3 عواميد، وفي الجزئية الأخيرة بنعمل 3 عواميد سلسلة عمود. هنكمل شوية بسرعة كده وهوريه لكم بعد ما يخلص ايه كمان سطرين تلاتة. هو السكارف كله بنفس الطريقة، والشال كله برضو نفس الطريقة بنفس الطريقة، وبيدي في الشغل أي خيط يبقى متاح هيبقى لذيذ فيه. الجنجا بيبقى جميل جدا فيه، اللي هو الخيط بكذا لون بيبقى جميل جدا فيه. الخيط السادة برضو ممكن تنوعي في كذا لون، مش شرط لون واحد، ممكن تستخدمي كذا لون، بيبقى جميل جدا في الاستخدام وهو سهل جدا. والحقيقة غرزة الجراني ليها استخدامات كتيرة قوي، مش في الشال ده بس، بيتعمل بيها كوفيات، بيتعمل بيها سكارفات وهدوم، شالات، كل حاجة ما شاء الله جميل جدا. المفروض لو احنا هنعمل سكارف هيبقى طوله في حدود 130، والعرض بتاعه 65 سنتي. لو شال هيبقى في مترين مثلا، والارتفاع بتاعه والعرض بتاعه في حدود 1.5 متر او 1.25 متر. دلوقتي انا هوريكم ازاي بنعمل الشرشوبة اللي هي بتبقى موجودة في السكارفات. باختصار شديد بنلف خيط حوالين كارنيه او حتة كرتونة زي ما تحبوا، بنوصل لحد السمك اللي احنا عايزين ان احنا نحس بايه ان الخيط فيه بقى كميته كويسة. وبعدين بنجيب خيطاية صغيرة بنربطها من فوق، تمام،
نربطها كويس عقدتين كده، وممكن برضو فتلة او فتلتين زي ما تحب. انا بقولكم على اساس ان هو ايه حاجة من الاشكال الجمالية اللي ممكن تزينوا بيها السكارف. ممكن في الاخر تحطوا تعملوا غرزة اللي هي البيكو على الاطراف، او ممكن تشتغلوا غرزة مروحة زي ما تحبوا، او ممكن تعملوا اللي هي الشراشيب العادية. انا في الاخر موريالكم شوية موديلات تبقوا شوفوها في اخر الفيديو. بعد كده بنسيب في حدود نص عقلة فوق، وبنعمل لها برضو ايه عقدة تانية، بنعقد في الجزئية اللي فوق دي عقدتين برضو كده جامد، ونلف الخيط ده كذا لفة بحيث ان هو يبقى مشدود كويس. ولازم نخلي بالنا ان الخيط اللي تحت ده ما يجيش معانا، ونعقده تاني ايه عقدتين تانيين. والعقد ديت بتختفي، نخفيها بعد كده ايه في الخيط الاساسي ونقص الخيط. دلوقتي فاضل الجزئية بتاعت الشراشيب، نقص الخيط اللي فيها اللي هي كانت في الكابنيه نفسه، ونبتدي ايه نساوي كده الخيط من تحت بحيث ان هو يبقى ايه مظبوط. لازم نتأكد ان ايه مفيش خيطة طويلة عشان يبقى الشكل في الاخر يبقى شكله ايه جميل. بالنسبة لبقى ايه لو احنا حابين ان احنا نثبته في اي شغل كروشيه او اي شغل عموما، بندخله جوه الغرزة اللي احنا عايزينها. احنا طبعا مدخلينه في الغرزة اللي في النص ديت، وبعدين بنعمله عقدة، ونشوف الطول اللي احنا عايزينه للخيطة نفسها، نعمله عقدتين كده كويسين بحيث ان هما يبقوا ثابتين. وبعدين هنجيب ابرة كروشيه، ومن جوه الخيوط ديت هندخلهم ايه الخيطين دول، ما نقصهمش على طول، ندخلهم بحيث ان هما يختفوا في الشغل، والزيادة بتاعتهم ايه نقصهم، نسحبهم كده في وسط الخيوط ديت. طبعا هيبانوا هما اطول من الباقي، فايه نظبطهم كده واحدة واحدة وايه ونقصهم بس كده. كده احنا عملنا الشال، وعملنا الايه الشلاشيب بتاعته او الشرشوبة بتاعته، ممكن بيتحطوا في الطرفين اللي فوق كمان، وفي الطرف ده في الاسكارفات. دي بعض الموديلات، هسيبكم معاها. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من شرحي، ولو ليكم اي تعليقات او اي وجهات نظر اتمنى ان انا اسمعها منكم. وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للشانل. شكرا، سلام عليكم.